خلاص 2023 على الأبواب، والناس كلها على قد ما مبسوطة بالسنة الجديدة على قد ما خايفين من التوقعات واللي ممكن يحصل لهم فيها، خصوصاً إن في الكام سنة اللي فاتوا خبراء الطالع ما خيبوش في حاجة وكل اللي قالوه حصل. عارفة إنكم ما بتصدقوش قوي في الموضوع، بس يلا بينا نعرف قالوا إيه بالظبط. أنا ماريا مجدي ويلا بينا نبدأ. يا ترى إيه اللي هيحصل للمشاهير في 2023؟ والناس دي بتقول إيه بالظبط؟ هينجحوا أكتر ولا فيهم حد هيحصل له حاجة كبيرة؟ ولا هتعدي عليهم عادي يعني مش لازم يتبهدلوا معانا جامد السنة دي كمان؟ هو في الحقيقة اللي عرفناه لحد دلوقتي يخوف حبتين. طب ازاي؟ انا هقول لكم. للأسف 2023 شكلها كده ناوية تيجي على فخر العرب شويتين، وزي ما هيحصل له نجاح كبير في الكرة السنة دي لازم ياخد باله كويس، علشان خبراء الأبراج شايفين له في الورق إصابة جاية من بعيد، ده لو مهتمش بصحته وبعد عن كل الحاجات اللي بتشغله. يعني بلاش يا ابو صلاح اعلانات النط من الطياره ولا العنف المحيط السنه دي، محدش ضامن عمره. الحقيقه ان نمبر 1 مش محتاج خبيره ابراج تقول له ايه اللي هيحصل السنه دي، محمد رمضان ماشي فاتح صدره للدنيا ومش همه اي حاجه، وعلشان كده الحظ دايما بيبقى في صفه، والسنه دي هيحقق نجاحات كبيره، وكل الازمات اللي عماله تحصل له كانت في 2022 هتختفي. حفلات كتير بقى نمبر 1 الفتره اللي جايه وهتولع الدنيا. عيني عليك يا اصاله، مفيش جوازه بتعمر كده خالص، الكون كله بيتامر عليكي وعلى قصص حبك السريعه، حتى 2023 مش هتسيبك في حالك، وقصه الحب المولعه في الدوره دي شكلها كده هتخلص قريب، ما هي برضو ما كانتش طبيعيه، يعني اللي بيجي بسرعه بيروح بسرعه. في سنه 2022 ما كانش لينا سيره الا حقيقه وفاه عادل امام. طب هو لسه عايش؟ طب هو مختفي ليه؟ طب هما اسرته ليه مش راضين يقولوا لنا هو فين؟ طب هيمثل تاني ولا لا؟ لكن السنه الجديده شكلها هتحسم الجدل، وعلى عكس المتوقع بدل ما هنشهد رحيل الزعيم بعد الشر بنسبه كبيره هيرجع للشاشه وهنشوفه من تاني، والله نتمنى. للاسف مشاكل شيرين عبد الوهاب مكمله معانا شويه في 2023، واصلا بدات بدري بعد ما خبيره ابراج توقعت ان هيحصل لها مشاكل جديده وهتعيش جرح تاني السنه الجايه. ما عداش يومين ودلوقتي في كلام ان في خناقه كبيره بينها وبين حسام حبيب، وحصلت في لبنان ومد ايده عليها، ربنا يستر. من ساعه القضيه ممكن وحياه قفشه وحظه في النازل، وسنه 2023 شكلها كده مش هتبقى احن عليه من اللي قبلها. كل خبراء الابراج متوقعين انها هتكون السنه الاسوأ حظا في حياته، وواضح ان الاجهاد مش هيديله فرصه يحقق اي حاجه، وكمان الخطيب هيبقى متنرفز جدا. انتوا كمان شاركونا برايكم، هل بتصدقوا في التوقعات دي ومتوقعين ايه اللي يحصل لكم في السنه الجديده؟